أنا لازم أخذ السلاح من روهان، وإلا هو رح يغلط غلط كبير ويندم عليه. أمي، أنت وين كنتي؟ كنت عم بتنصت على أعدائنا، وبصراحة سمعت لغزل وقت كانت عم تحكي على التليفون وطلبت من حدا يجهز لأوراق ملكية البيت بنتي. هي عم تخطط تخلي حيدر يوقع الأوراق وينقلها الملكية. يا الله، شوفي يا دعاء، أنا أنقذت لك الشركة، بس هلأ أنت لازم تنقذي البيت. ماشي أمي، بس هلأ منحكي بالقصة بعدين، في مشكلة تانية مهمة كتير لازم أني حلها، ما بطول. بنتي، شو هالمشكلة يلي أهم من إنقاذ بيتي؟ عن جد أمي هو هيك، بس أرجع بحكي لك. راجع. استني، شو المشكلة اللي بدك تحليها بنتي؟ أخ يا ربي، وجعتني. أخ، صرت قايلت لها ألف مرة شو تعمل وكيف تتصرف، بس دعاء صايرة عنيدة كتير وما عم تسمع كلامي بالمرة. حافظ، أمك عم يوجعوها رجليها كتير، جيب شوية زيت وساعدني أعمل لهم مساج. يا الله. عم يوجعوكي كتير حالتي، رح جيب لك شوية مي سخنة وملح، رح تتحسني من بعدها. ما في داعي لهالشي، أنا متعودة على وجع رجلي. صدقيني رح تتحسني كتير بعد ما تنقعي رجليك بمي ساخنة، دقيقة واحدة وبتكون عندك. ألف الحمد لله، روهان مانو بالغرفة هلا، هي فرصتي لحتى لاقي السلاح وأخده بدون ما يعرف. يا الله، أنا شفته هو كان بالخزانة، وين اختفى؟ يا الله، عم تدوري على هذا مو؟ شو صار لك؟ هادي اللي بدك يا؟ احكي معي منيح روهان، ما بصير تحكي مع مرت أخوك بهي الطريقة.